دلوقتي يا مولانا احنا بنشتغل في شركة، ففي حاجة اسمها كارنيه للرعاية الطبية. ايوه، مختار ولا مجبر عليه؟ لا مجبر، مجبر. مجبر عليه. وبعد ذلك هما دلوقتي في حاجة اللي الموظفين بيعملوها، فاحنا مش عارف يعني عارفين حلال ولا حرام. هو المفروض ان هو الكارنيه معمول له هو، ايوه فهو بيروح لأي مستشفى تبع الكارنيه ويخلي الدكتور يكتب له مثلا أي علاج ولا حاجة، ويروح الصيدلية يبدله ياخد علاج تاني أو يجيب وهو أي حاجة مريض. تانية. هو مريض فعلا ولا غير مريض؟ لا ممكن ما يكونش مريض. وبيرش الطبيب ولا ايه؟ لا مش بيمشي، يقول أنا عندي برد يكتب لي علاج برد وأنا أروح الصيدلية، وهو يروح الصيدلية ياخد حاجة بداله. هو لا هنا يعني بيقول إن هو مثلا استنى بس، أنا عفوا. مش عايز أشترك في الجنة وأنتوا أجبرتوني، فباخد حقي بطريقة تانية. فدي بقى حلال ولا يعني حرام؟ هو اجبروه على دفع مبلغ للتأمين، و مبلغ وليكن 100 جنيه شهريا. 100 جنيه شهريا، فهو يقول انا لن اتعالج عندهم، فيذهب يحتال ايوه تمام، حتى ياخذ ال 100 جنيه بطريقة اخرى. ايوه ايوه، انا لا احب الكذب. يحتال، هو المشكلة مع النوم. هو فعلا ما اعرفش مش يحتسب عارف ايه. يحتسب قالوا اجره عند الله افضل له. هم قالوا سواء خدتوا الكارنيه ما خدتوش الكارنيه ال 100 جنيه هتخصم منكم. فهم انا عارف، ايش بيتحايلوا بالطريقه دي ان هو يروح ما انا اقول الصيدليه لك؟ خلاص انا الدكتور اقول يكتب لك، له علاج برد او اي حاجه الافضل يغيره. الافضل عدم الكذب. السلام عليكم.